أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يوم غد 18 من شهر رجب الأصب يوافق ذكرى أليمة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وفاة نجله العزيز السيد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبهذه المناسبة ارتأينا أن نتحدث في هذا اليوم عن شيء من التفاصيل المتعلقة بهذا السيد الجليل الذي افتدى به أبوه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما نطقت بذلك الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا وعلى فخذه الأيمن إبراهيم ابنه وعلى فخذه الأيسر الحسين صبطه صلوات الله عليهما، فنزل جبرائيل في هذه اللحظة وقال: يا رسول الله، إن العلي الأعلى يقول لك لست أجمعهما لك، اختر واحدا منهما يبقى في الحياة والآخر تعجل له المنية. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله واختار من؟ اختار الحسين. افتدى بابنه إبراهيم صبطه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا السيد الجليل الذي ما دامت حياته أكثر من سنتين على اختلاف الروايات، وله مقام عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا تلاحظون نحن أمرنا بأن نزوره في البقيع، لما نذهب ونتشرف بالحج ونعرج على المدينة المنورة ونزور النبي الأعظم وآله الطاهرين صلوات الله عليهم، هناك هنالك زيارة خاصة للسيد إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله، والزيارة موجودة أيضا في كتاب مفاتيح الجنان، ولا بأس
بالمؤمنين أن يلتفتوا إلى هذه الذكرى غدا، فيقوم كل فرد منهم بالتوجه صوب المدينة المنورة صوب البقيع، ويزور السيد إبراهيم عليه السلام بهذه الزيارة المخصوصة. له مقام عظيم، له جاه وجيه، له منزلة الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، لكنه تعرض في حياته إلى أبشع حملة استهدفته واستهدفت أمه، السيدة الطاهرة الجليلة مارية القبطية سلام الله عليها. لم تكن تلك الحملة الخبيثة حملة عداء عادي، كلا، هذه الحملة استهدفت الطعن في شرف السيدة ماريا رضوان الله تعالى عليها، وقذفها والعياذ بالله بالزنا، ونفي نسبة إبراهيم لأبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي هذه الحادثة نزلت آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآيات إنما نزلت في هذه الواقعة، لا كما يدعيه أهل الخلاف المخدوعين بأن هذه الآيات نزلت في عائشة لتبرئتها كما يزعمون، ودوخونا دائما بقولهم إن عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، على أساس أنها هي المعنية بهذه الحادثة، هي التي رميت بالإفك، هي المظلومة. الواقع أيها الإخوة أن الصورة منعكسة تماما، عائشة نزلت فيها هذه الآيات نعم، لكنها لم تكن المظلومة والمقذوفة، وإنما الظالمة والقاذفة، هي التي قذفت مارية بنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمة رسول الله بالزنا وبالإفك، هي التي طعنت في بنوة إبراهيم ابن رسول الله، وادعت بأنه ابن خادم السيدة ماريا، جريح أو جريج. هذا هو الواقع. وكنت قد عرضت محاضرات خاصة في هذا الموضوع قبل سنوات، لكننا اليوم بهذه المناسبة نستذكر بعضا مما طرحناه حتى تتبين الصورة للمؤمنين والمؤمنات أكثر فأكثر. هنالك قولان لا ثالث لهما. القول الأول قول أهل الخلاف أن آيات الإفك، أن حادثة الإفك المظلومة فيها، المقذوفة فيها، المبرأة فيها هي عائشة بنت أبي بكر. وإجمال الحادثة أن عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في إحدى غزواته، وهي الغزوة التي تسمى غزوة المريسيع
أو غزوة بني المصطلق. في تلك الغزوة، في تلك المعركة، أثناء الرجوع من الغزوة، عائشة في الليل اضطرت لأن تذهب لكي تقضي حاجتها، فابتعدت عن الجيش، نزلت من هودجها وابتعدت وذهبت إلى منطقة خالية حتى تقضي حاجتها هناك، وثم رجعت، ركبت في الهودج، ركبت في الهودج من جديد، وإذا بها تكتشف أن عقدا لها، كانت لابسة قلادة عقد، ضاع، سقط منها، فرجعت مرة أخرى لكي تبحث عن ذلك العقد الذي كان قد سقط وتناثر إلى الأرض. فأثناء ما كانت تبحث رجعت بعد ذلك، وإذا بها تكتشف بأن كل الجيش قد ذهب، ليس له عين ولا أثر، فظلت في مكانها ونامت. وإذا بها تكتشف أنها في الصباح يقف عليها رجل، واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا اسمه صفوان بن المعطل كما تزعم عائشة. هذا الرجل وقف، قال: ما بالك أنت لوحدك ها هنا؟ نقلت له القضية، فقال لها: اركبي معي على الدابة، وذهب معها وأوصلها إلى الجيش، أوصلها إلى جيش النبي صلى الله عليه وآله. لما جاءت إلى الجيش هي وذلك الرجل، الناس رأوهما معا قالوا: عائشة زنت، كانت مع خليلها، مع حبيبها صفوان بن المعطل، وإلا ما هو السبب في تأخرها طوال هذا الليل؟ ما هي القضية؟ فشاع الإفك في أوساط المسلمين، هذا على حسب روايات أهل الخلاف كما قلنا، ورسول الله تأثر تأثرا بالغا وشديدا، وقاطع عائشة لأنه كان قد وقع في نفسه أنها بالفعل قد فعلت ذلك، فقاطعها وجعلها، طردها إلى بيت أبيها، ما جعلها تسكن معه. وعائشة كانت تظل في بكاء ونحيب لأنها مظلومة مقذوفة، إلى أن نزلت هذه الآيات فبرأها الله من فوق سبع سماواته. هذا هو القول الأول. القول الثاني قول الأئمة الشرعيين من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقول شيعتهم الأبرار، أن الأمر ليس على هذا النحو، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله أهديت له جارية من القبط في مصر من قبل حاكم مصر كان اسمه المقوقس أو المقوقس، أهدى هذه الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الجارية اسمها ماريا عليها السلام. هذه الجارية حسدتها عائشة وغارت بسبب دينها وحسن أخلاقها وجمالها ووضاءتها، وأنها قد رزق منها رسول الله ولدا، ما تحملت عائشة: أنا سنوات زوجة لهذا النبي ما رزقت منه بولد، هذه للتو الآن رسول الله صلى الله عليه وآله يجتمع بها وإذا بها ترزق الولد، يعني الله شرف هذه الأمة علي وعلينا جميعا، نحن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله. فما تحملت فقذفت ماريا، قالت لرسول الله: هذا مو ابنك، أنت ما تجيب أولاد والعياذ بالله، أنت رجل شيخ كبير في السن، وإنما هذه جاريتك زنت بخادمها والعياذ بالله، فجاءت لك بإبراهيم. ونزلت الآيات في ذم عائشة
وذم من انضم معها في الإفك، وهم ثلاثة أشخاص: حفصة، أبو بكر، عمر. هؤلاء شكلوا عصبة، جماعة متعاضدة، بينهم رباط، بينهم علاقة قوية، وطعنوا في إبراهيم وأمه. هذان هم القولان، ماكو قول ثالث. نحن نريد الآن أن نعرف أي القولين هو الحق، وهذا طبعا يحتاج إلى بحث علمي مفصل، لا مجال في ساعة واحدة لأن أعرض لكم كل الإشكالات وكل التفنيدات لما يرويه أهل الخلاف، وفي المقابل أعرض كل ما يوثق ويؤكد ما نطق به الأئمة الشرعيون صلوات الله عليهم. فأضطر فقط إلى أن أمر مرورا سريعا على بعض النقاط، ومن أراد التفصيل إما أن يرجع إلى الكتب المفصلة في هذا الشأن، أو إلى بعض أجوبتنا في هذا الشأن، أو إلى بعض محاضراتنا السابقة في هذا الشأن. لكن إجمالا أيها الإخوة، نحن بحاجة، وهذه وظيفة شرعية مطلوبة منا، نحن بحاجة إلى أن نكشف مظلومية آل الرسول صلوات الله عليه، وهذا ابن رسول الله من صلبه مباشرة، له حق علينا، يجب أن نكشف مظلوميته هذه. نحن مطالبون بأن نعرف أسباب نزول آيات القرآن الحكيم. نحن نقرأ القرآن، ألسنا مأمورين بالتدبر في القرآن؟ ألسنا مأمورين بأن نفسر القرآن، نقف على تفسيره، نقف على تأويله، نقف على أسباب نزول آياته؟ نحن مطالبون بهذا. الآن الإنسان المؤمن يقرأ آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فيريد أن يعلم، لابد أن نعلمه أنه في أي شأن وواقعة نزلت هذه الآيات، لا أن نحجب هذه الحقائق عنه بدعوى أن فرقة أو طائفة لا يعجبها هذا الكلام. ما شأننا نحن؟ يجب أن نحرص على نصرة الحق ونصرة الحقيقة وكشف الحقائق، وإلا أبقي أبنائي، أبقي إخواني، أبقي مجتمعي جاهلا في حقيقة آيات القرآن الحكيم. على أي أساس يطلب منا أو ممن يسيرون على منهاج إظهار البراءة من أعداء آل محمد عليهم السلام وكشف هذه الحقائق، على أي أساس يطلب من هؤلاء كتم هذه الحقائق والروايات؟ لماذا؟ بأي حق؟ بأي وجه شرعي؟ فرقة من الفرق، طائفة من الطوائف تقدس عائشة، ما شأني أنا؟ طائفة من الطوائف تقدس يزيد، ما شأني أنا؟ طائفة تقدس يزيد لكن ثابت عندي أن يزيد قتل الحسين، يجب أن أفضح يزيد. أعرض هذه الحقيقة للتاريخ، أعرض هذه الحقيقة للناس. طائفة تقدس معاوية، ثبت عندي أن معاوية قتل الحسن، فإذا أفضح معاوية وإن لم يعجب ذلك تلك الطائفة. كذلك الحال، طائفة تقدس عائشة، طائفة تقدس عمر، ثابت عندي أن عائشة قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله، طعنت في عرض وشرف رسول الله، فلتفضح عائشة، فلتعر عائشة، فليفضح عمر الذي قتل ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا شأن لنا في أن طائفة لا يعجبها هذا الكلام. نحن حينما نعرض هذه الحقائق لا نعرضها من باب الهجوم والاستفزاز، وإنما نعرضها كحقائق علمية
نستخرج الأدلة عليها من كتب الطوائف المخالفة لنا قبل أن نستخرج الأدلة من كتبنا ومصادرنا وروايات أئمتنا عليهم السلام. فإذا ينبغي هنا أن نحدد موقفا مبدئيا مهما، ليس من حق أحد أن يمنع إظهار هذه الحقائق، هذه الروايات. ليس من حقك أن تحرم الناس من معرفة أسباب نزول آيات القرآن الحكيم، فيقرأ مثل هذه الآية ويشتبه ويظن أنها نزلت في عدوة أهل البيت عليهم السلام وهي عائشة. الآن اسأل كثير مع الأسف من الموالين الشيعة بسبب أن الخطباء ليست لديهم تلك الشجاعة والجرأة في عرض هذه الحقائق أمامهم على المنابر فيشتبهون، ما يعرف أن هذه الآيات نزلت في من، فيتصور نزلت في عائشة لأن هذا هو الشائع عند المخالفين، وهو فقط يسمع إذاعة المخالفين، يسمع منابر المخالفين. في الطرف الآخر الإذاعات الشيعية، الفضائيات الشيعية، المنابر الشيعية ما تطرح هذا. لماذا؟ لأنه إذا طرح هذا فسيتبين أن عائشة كانت مجرمة قاذفة باهتة لأم ولد رسول الله ولابن رسول الله، فيخافون، يقولون لا 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 نسيء لإخواننا فلنحترم مشاعرهم. طيب، احترمت مشاعر رسول الله أولا؟ احترمت مشاعر آل رسول الله؟ نصرت ابن رسول الله الذي تعرض لهذه الظلامة؟ عجيب هذا المنطق، هذا منطق عجيب ويجب أن ينتهي. خلص الآن عصر إظهار الحقائق لا كتمانها، بالدليل، بالحجة، بالبرهان العلمي، مو قضية استفزازية وهجومية فحسب. إذن هذان قولان. القول الأول قول أهل الخلاف، هنالك أكثر من نقطة نثيرها على هذا القول الأول. أولا، جميع الأحاديث التي تسند هذا القول تنتهي إلى شخص واحد، يعني كل الروايات والأحاديث في مصادر أهل الخلاف التي تتحدث عن أنه التي رميت بالإفك هي عائشة والمبرأة هي عائشة، كل هذه الروايات تنتهي إلى شخص واحد، مروية فقط عن شخص واحد، شخص واحد فقط زعم هذا الشيء، ومن هو؟ عائشة نفسها. مع أن الحادثة كما يزعم في تلك الروايات والأحاديث شاعت في أوساط المسلمين، آلاف مؤلفة كانوا حضورا في تلك الواقعة، جيش كامل شاهد الأمر، ورسول الله خطب بعد ذلك، ونزلت آيات في ذلك، وأقيم الحد كما تزعم عائشة على 4 أشخاص بهتوها وافتروا عليها، يعني حوادث كثيرة. المفروض أننا نجد على الأقل 10 رواة يروون، كل راوي يروي جانبا من القصة، في هذا اليوم وقع كذا، في هذا اليوم وقع كذا. عجبا، لماذا كل الأحاديث تنتهي إلى راو واحد وهذا الراوي هو الذي يزعم أنه صاحب الفضيلة في هذه القصة؟ هذا أمر عجيب، هذا أمر يجعلنا نشك أن القضية لا حقيقة لها، وإنما واحدة من أكاذيب عائشة الكثيرة التي أرادت فيها أن توهم الناس بأن لها مقاما عند الله وشأنا من الشأن عند الله، فزعمت أن هنالك آيات نزلت في تبرئتها وتمجيدها. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه الروايات التي ذكرتها عائشة فيها من التهافت والتضارب والتناقض ما لا يحصى، تتناقض مع الواقع التاريخي، مع مسار أحداث التاريخ المعروفة التي سجلها الرواة
والمحدثون والمؤرخون والعلماء على السواء. مثلا هي تزعم في أحاديثها أن هذه الحادثة قضية الإفك عليها وقعت في غزوة المريسية. طيب نرجع إلى أقوال المؤرخين، نجد أن المؤرخين يقولون غزوة المريسيع وقعت في واحدة من هذه الثلاث سنوات، يعني كل مؤرخ يقول قولا، اختلفوا فيما بينهم فثلاث سنوات طرحوا. قسم يقول وقعت غزوة المريسيع في السنة الرابعة، قسم يقول في السنة الخامسة، قسم يقول في السنة السادسة. زين، إذا أخذنا أي قول من هذه الأقوال نجد أنه يتناقض مع ما زعمته عائشة في تفاصيل رواياتها المتكثرة في خصوص هذه الحادثة. مثلا إذا افترضنا أن غزوة المريسيع وقعت في السنة الرابعة، فهذا يناقض ما ادعته عائشة في روايات الإفك ذاتها من أن زينب بنت جحش كانت في تلك الحادثة زوجة لرسول الله، وأن رسول الله على حد زعمها كان قد استشار زينب، قال ما تقولين في عائشة، تتوقعين أنها تزني؟ فقالت لا، حاشا سمعي وبصري، وتقول عصم الله زينب بالورع. فما رغم أنه بيني وبينها خلاف لكن شهدت بالحق في هذا الشيء. يعني عائشة تقول أن زينب كانت زوجة لرسول الله. طيب إذا قلنا أن الغزوة وقعت في السنة الرابعة، في تلك السنة ما كانت زينب زوجة لرسول الله، رسول الله تزوج زينب بعد ذلك، فكيف تزعمين أن زينب كانت حاضرة وأن رسول الله استشارها وأنها كانت زوجته في تلك الحال؟ زينب بنت جحش تزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة النبوية الشريفة. أما غزوة المريسيع وقعت في سنة الرابعة على هذا القول الأول، فإذا يكون هذا القول الأول مناقضا لجزئيات ما ذكرته عائشة. نأتي إلى القول الثاني، لنفرض أنه وقع في السنة الخامسة، هذا أيضا يصادم دعوى عائشة في نفس رواياتها بأن آية الحجاب، الآية التي نزلت في ضرورة حجب، مو تحجيب فقط، حجب نساء النبي صلى الله عليه وآله، وهي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت بعد غزوة المريسيع، لأنها نزلت في قصة زواج زينب بنت جحش برسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه القصة كما قلنا وقعت، زواج زينب برسول الله وقعت في ذي القعدة سنة خمس. طيب عائشة تقول كان الحجاب قد نزل قبل ذلك، وكان صفوان بن المعطل حينما رآني ووقف علي وقال يا عائشة، هي تعلق تقول كيف عرفني، لأنه كان قد رآني قبل الحجاب، وإن كان الآن أنا محجبة لكن كان قد رآني قبل الحجاب. فإذا تزعم أن آية الحجاب كانت قد نزلت، طيب كيف تنزل وهي ما نزلت إلا بعد الغزوة، لأن الغزوة وقعت في ذي الحجة سنة خمس، وغزوة المريسيع إن ثبتنا أنها في السنة الخامسة فقد وقعت في شعبان من سنة خمس على قول المؤرخين أصحاب القول الثاني، شعبان قبل ذي القعدة، يعني شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، يعني فاصل زمني بحدود 4 أشهر. كيف تقول أنه نزل الحجاب ولما ذهبنا إلى غزوة المريسيع كنا مأمورين بالحجاب وكانت قد نزلت آية الحجاب الخاص هذا، مع أن الآية كما نص عليه العلماء من طائفتهم
إنما نزلت بعد ذلك بأربعة أشهر. هذا أيضا تناقض، ومعلوم الكذاب يتناقض. لا حافظة لكذوب. زين، نأتي إلى الخيار الثالث أو الاحتمال الثالث، أنه يكون الأمر قد وقع في السنة السادسة. هذا أيضا ينافي ما زعمته عائشة في نفس روايات الإفك من أن سعد بن معاذ كان حاضرا في تلك الحادثة، وأنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد وقع تلاسن بينه وبين سعد بن عبادة وبين أسيد بن حضير ومن أشبه في خصوص هذه الحادثة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الواقعة، واقعة الإفك، وقعت في السنة السادسة، سعد بن معاذ يكون ذلك الوقت قد استشهد، مات، لأنه كان قد مات في السنة الخامسة في غزوة بني قريظة، استشهد هناك هو، وهذا عليه إجماع. إذن سواء أخذنا سنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، في كل الأحوال هذا الأمر يناقض التفاصيل التي جاءت بها عائشة، وهذا دليل على أن القضية مكذوبة. وحتى إن قلنا أنها كانت في أي سنة من هذه السنوات الثلاث، فأيضا تصادم الحقائق التاريخية، لأن عائشة مثلا ادعت أنه أخوها عبد الرحمن كان حاضرا في القصة، وأنه كان يجتمع مع أبيها وأمها أم رومان ومن أشبه، وكانوا يبكون لأن عائشة قد ظلمت في هذا الأمر. أخوها عبد الرحمن كما هو معلوم كان قد تأخر إسلامه إلى السنة الثامنة، لأنه أسلم يوم الفتح أو قبل الفتح بفترة وجيزة، فكيف تقول كان حاضرا؟ أيضا ادعت أن زيد بن حارثة في قضية إفكها كان قد مات، قد استشهد، ولذلك رسول الله اضطر إلى أن يستشير ابنه في الموضوع، وهو أسامة بن زيد. زين، والحال أن زيد بن حارثة ما كان قد استشهد، لأنه استشهاده وقع في السنة الثامنة في غزوة مؤتة. فسواء قلنا حادثة الإفك وقعت في السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، فزيد بن حارثة حي، فكيف تقولين بأنه كان قد مات ورسول الله اضطر أن يستشير ابنه؟ زعمها أن صفوان بن المعطل كان لا يقرب النساء، لأنها كانت تقول صفوان بن المعطل لما رمي بي وأنه قد زنى بي قال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني ما كان يقرب النساء مطلقا، كان أعزب. والحال أن رواياتهم تقول أن صفوان بن المعطل ما كان أعزب، بل كان عنده زوجة وكان له منها طفلان، وكانت الزوجة تأتي إلى رسول الله تشتكي ضرب صفوان لها ومنعه ومنعها من الصيام، لأنه لا يصبر عليها، يريد دائما أن يأتيها ويباشرها، ما كان يصبر على هذا الأمر. ففي حين عائشة تزعم في روايات الإفك أن هذا صفوان بن المعطل كان متبتلا، ما كان يقرب النساء أصلا، والحال أن نكتشف العكس أنه كان رجلا شهوانيا أصلا، وكانت عنده زوجة وكان يقرب النساء. فشوفوا هذا التناقض وهذا التضارب. زعمها أنها في حادثة الإفك كانت نحيلة هزيلة ضعيفة، ولذلك لما حملوا الهودج، لأنها لما سئلت كيف حملوا الهودج، الناس المكلفين بحمل هودجك، وساروا به دون أن يشعروا أنك لست فيه، يشعرون أنه هاي ماكو داخل إنسان، فقالت لأنه كنت أنا ضعيفة، نحيلة زاهدة كانت، فنحيلة ضعيفة فما حسوا بي. والحال أنها في روايات أخرى في نفس الحادثة اخترعت قصة المسابقة. ما تسمعون من بعض إذاعات المخالفين الجهلة أنه رسول الله كان يسابق أزواجه
وأنه ذات مرة سبق عائشة فسبقته، وبعدين في غزوة من الغزوات هو مرة أخرى كرر المسابقة فهو سبقها وقال لها هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. زين، عائشة هي التي تروي هذا الموضوع أنه هو الذي سبقني. لماذا؟ تقول لأنني كنت قد حملت اللحم وبدنت، صرت سمينة، فأشلون تقولين أنه ما حسوا بي وأنا على الهودج وأنتي سمينة بدينة؟ من طرف تقول أنا كنت خفيفة، من طرف تقول لا كنت سمينة. وفي نفس الغزوة، في نفس الحادثة، في غزوة المريسيع، في غزوة بني المصطلق، شوف هالتضارب هذا. زين، زعمت أنه لما هذا الجيش العرمرة قد ذهب وما كان له أثر، هذا متى حصل؟ مو حينما ذهبت للتغوط أجلكم الله، لا، بعدما خلصت من هذا الشيء رجعت، اكتشفت عقدها مو موجود فرجعت حتى تبحث عنه. في هالفترة اليسيرة كل هذا الجيش تحرك، ما بقى له أثر. هذا شيء يعقل؟ هذا شيء يعقل؟ جيش مكون كما ينص المؤرخون من 700 مقاتل، غير النساء والأطفال، غير الأسارة من بني المصطلق اللي جابوهم وياهم. ولما يتحرك هذا الجيش مو راكب صواريخ نفاثة، هذا الجيش يمشي ببطء على وسائل تلك الزمان، على الجمال، معظمهم مشاية يمشون، قليل منهم راكبون، يمشون ببطء شيئا فشيئا ويتحركون، يحتاجون ساعات حتى يغيب أثرهم، خصوصا في الصحراء، يعني ماكو أبنية، ماكو شيء، القضية واضحة، الآثار تكون باقية، آثار المسير على التراب تكون باقية. زين، تحركوا، لما تحركوا ما سمعتي قعقعة السلاح، صهيل الخيول، اصطفاق الأسنة، ما سمعتي شيء من هذا القبيل. الجيش لما كان يتحرك يصدر صوت، الخيول تصدر صوت، الدواب أجلكم الله تصدر صوت، ينادى بالرحيل بصوت عال، فكيف تزعمين أنك ما أحسستي بشيء؟ هل هذا معقول؟ حتى لو كانت قد ابتعدت مسافة جدا بعيدة هم كانت تسمع، لأنه كما قلنا صحراء والصوت بسرعة ينتقل، والمقام كان فترة وجيزة جدا، هي إنما ذهبت للحظات حتى تشوف وين عقدها موجود، لا أكثر ولا أقل. فهذا أمر لا يعقل، هذا أمر لا يعقل. ثم نتفاجأ أيضا بأنه عائشة في نفس هذه الروايات ادعت أن عقدها كان قد ضاع قبل ذلك، يعني كأنه مرتين ضاع، ضاع العقد أول مرة وبعدين رسول الله اضطر أن يؤخر الجيش كله ما يتحرك إلى أن يبحثوا ويفتشوا عن عقد عائشة هذا، لأنه عقد ظاهر مقدس ثمين، مع أنه كان يقال، يعني هي قالت كان من جزع ظفار، يعني عقد رخيص مو شيء بذي ثمن، يعني على أي حال. فتقول أنه بحثوا حول عن العقد في كل مكان ما وجدوه، واضطروا الناس أن يأتوا يلومون رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لما أخرتنا هذه المرأة، أخرتنا، آذتنا. فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لا، استمروا بالبحث، وإذا بالله ينزل آية التيمم رخصة، لأنه ما كان في المكان ماء، ما كان في المكان ماء، فرسول الله، فالله تعالى أنزل آية التيمم وقال الناس ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني ببركة عائشة نزلت آية التيمم، مع أنه ترجع إلى المفسرين يقولوا لك آية التيمم نزلت قبل سنوات في معركة أحد في سورة النساء، فكيف تزعم أنه تأخر الأمر إلى السنة الرابعة، الخامسة، السادسة في غزوة المريسيع؟ الناس ما كانت تعرف حكم التيمم. وبعدين الموقع اللي كانت به، تقول أنه الموقع اللي وقفنا به المنطقة كان اسمها تربان وما كان فيها ماء. ترجع إلى معاجم البلدان، الحموي ماذا يقول، الزمخشري ماذا يقول؟ يقول هو موضع تربان، هو موضع ذو مياه كثيرة،
مو بعد ما بما مياه كثيرة. فهي أكاذيب اختلاقات، وكلها ترجع إلى راو واحد. هسه جيبوا لنا راوي ثاني على الأقل، عندهم روايات أخرى عن أبي اليسر الأنصاري، عن ابن عباس، عن ابن عمر، لكن هؤلاء إذا تدبرت في الرواية ذاتها إنما ينقلون عن عائشة. قسم منهم يقولون قالت عائشة، بل كلهم يقولون قالت عائشة في ثنايا أو في مطاوي الرواية. فإذا بالنتيجة رجعنا أولا وآخرا إلى عائشة. طيب، إذا هذا القول الأول، وقلنا القضية مفصلة ومطولة، هذا مجرد نقاط مركزة حول التهافت اللي موجود في روايات عائشة. القول الأول هذا لا يمكن الالتزام به. فنأتي إلى القول الثاني، ونفاجأ بأن القول الثاني تعترف عائشة بنفسها بأنها شاركت في الإفك على ماريا عليها السلام، أي أنه ينطبق على قول عائشة هاهنا من فمك أدينك، من فمك أدينك. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما أضمر امرؤ شيئا، مضمون الرواية، إلا ظهر في صفح على صفحات وجهه وفلتات لساني. فلت لسانها ذات مرة أو أكثر من مرة حسب روايات المخالفين، في نفس روايات المخالفين فلت لسانها وكشفت حقيقة كونها ممن بهت السيدة ماريا وشارك في الإفك عليه. أولا، من هي ماريا؟ ماريا كانت امرأة صديقة من مصر. ابن كثير، وهو من أعاظم علماء المخالفين، يروي في كتابه السيرة النبوية في الجزء الرابع الصفحة 603 أن ماريا هذه ما كانت امرأة عادية، كان لها شرف عظيم ومقام عظيم، وأنها كانت من بنات الملوك. صحيح المقوقس كانت جارية له ماريا، هي وأختها سيرين، وأهداهما معا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هاتان الجاريتان لهما قصة. هذول بالأصل مو جاريتين، هذول كانوا سيدات ومن بنات الملوك. وقعت حرب أهلية بين المقوقس اللي أراد أن يفرض المذهب الخلقيدوني، المذهب الخلقيدوني، مذهب من مذاهب النصارى، أراد أن يفرضه على مذهب أهل مصر النصارى الأقباط. والد السيدة ماريا اللي هو شمعون القبطي ما كان يقبل، لعله لأن هذا المذهب الذي جاء به المقوقس واللي كان مدعوم من هرقل كان مذهبا شركيا، ما كان مذهبا توحيديا. فالنتيجة وقعت حرب، قتل هذا شمعون القبطي، فأسر المقوقس ابنتيه وضمهما إلى جواره، فهما من بنات الملوك. وهذا ما أقرت به عائشة نفسها في المصدر المذكور في السيرة النبوية لابن كثير عن عائشة قالت: أهدى ملك من بطارقة الروم يقال له المقوقس جارية قبطية من بنات الملوك يقال لها ماريا. أيضا جاء في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وهو من أشهر مصادر المخالفين، في الجزء الأول الصفحة 260 في ضمن رسالة المقوقس الجوابية للنبي صلى الله عليه وآله ما يشير إلى هذا المعنى، يقول: وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله استقبل هذه الفتاة الشريفة الفاضلة التي كانت موحدة وآمنت به قبل أن تراه، لأن المخالفين يروون
أنه لما عرض عليها حاطب بن أبي بلتعة الإسلام فورا آمنت وهي في الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها كانت موحدة، هي مهيئة من الأصل، وكانت حسنة الدين كما يروي المخالفون أنفسهم. يقول ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الخامس الصفحة 325 رواية عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجب بمارية القبطية. لماذا؟ يقول: وكانت بيضاء جعدة جميلة وكانت حسنة الدين، يعني فوق ما أنها جميلة حسناء كانت أيضا حسنة الدين، ورعة تقية، مو مثل عائشة. هذا أحد أسباب أن النبي صلى الله عليه وآله أعجب بها. طبعا هذا الأمر ما كان يعجب عائشة، فغارت عائشة غيرة شديدة من ماري، هي بنفسها تعترف. يروي ابن سعد في الطبقات في الجزء الثامن الصفحة 212 وابن حجر في الإصابة الجزء الثامن الصفحة 311 والسمهودي في وفاء الوفاء الجزء الثالث الصفحة 826، هذه كلها مصادر المخالفين، عن عائشة قالت، هنا دقيق، تقول: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية، ما أصابتني غيرة من أحد بمقدار ما أصابتني الغيرة من مارية القبطية. لماذا؟ تقول: وذلك أنها كانت جميلة من النساء جعدة، وأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان. والأول ما جاءت إليه جعلها في بيت حارثة بن النعمان أحد أصحابه قريب من عنده. تقول: فكانت جارتنا. طيب كيف عاملت جارتك؟ شوف عائشة كيف تقر على نفسها، تقول: فكان رسول الله عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها فجزعت. وفي لفظ آخر في هذه الروايات تقول: حتى قذعنا لها فجزعت. قذعنا لها يعني كلناها من الشتائم الفاحشة ما جعلها تجزع. تستمر عائشة بشتيمة وإيذاء هذه السيدة الجليلة إلى أن أجزعتها، إلى أن أفزعتها، فطلبت من رسول الله أنه أبعدني عن هؤلاء، أبعدني عن عائشة وصويحباتها. تقول: فحولها إلى العالية، رسول الله حولها إلى منطقة العالية على أطراف المدينة حتى تفتك المسكينة المظلومة من هذه الأذايا، فكان يختلف إليها هناك، كان النبي يروح يزورها هناك. تقول: فكان ذلك أشد علينا، كان ذلك أكثر شدة علينا، ما تحملنا، زادت غيرتنا. ثم رزق الله منها الولد وحرمنا منه، رزقه الله تعالى منها الولد ونحن حرمنا الله تعالى شرف أن يكون لنا نسل من رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الباقر صلوات الله عليه أكد أن غيرة عائشة كانت شديدة إلى أقصى حد، وهذا على طبق رواية المخالفين عنه أيضا. نفس ابن سعد في كتابه الطبقات يروي عن الإمام الباقر في الجزء الأول الصفحة 135 أن الباقر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجب مارية، أبعدها عنه، وكانت قد ثقلت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغرن عليها، صارت عندهم غيرة منها، ولا مثل عائشة. يقول غارة والبقية، لكن مو مثل غيرة عائشة. عائشة كانت غيرتها غيرة شديدة، حقودة، حسودة إلى أقصى حد. زين، لما استبان حمل مارية تقول عائشة جزعت، خلص بعد ما تحملت، انفجرت بسبب هذا الشيء. ابن كثير في السيرة النبوية يروي في الجزء الرابع الصفحة 603
عن عائشة قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، يعني من ماريا، ذات يوم يدخل خلوته، فأصابها فحملت بإبراهيم، فلما استبان حملها جزعت من ذلك. عائشة تقول، يقول ما تحملت، صار عندي جزع. فكيف تعاملت مع هذا الجزع؟ أنها قذفت ماريا عليها السلام بفاحشة الزنا، طعنت في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بإقرارها واعترافها. ابن سعد في كتابه الطبقات في الجزء الأول الصفحة 137 يروي عن الواقدي بسنده، واليعقوبي في تاريخه في الجزء الثاني الصفحة 87 عن عائشة قالت، هنا دقق: لما ولد إبراهيم جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي. عائشة تقول ولد إبراهيم، فرسول الله جاب ابن المبارك هذا إلي أنا عائشة، فقال: انظري إلى شبهه بي، أنه يشبهني، فقلت: ما أرى شبها، ماكو شبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترين إلى بياضه ولحمه؟ فقلت: إنه من قصر عليه اللقاح ابيض وسمن، اللي يتغذى على لبن الضأن اللقاح هذا يبيض، هذا مو بياضه، مو بسبب انه انت ابيض ويشبهك، مو لهذا السبب. وفي روايه اخرى: من سقي البان الضأن سمن وبيض. زين، الحاكم يروي روايه صحيحه عند المخالفين في مستدركه في الجزء الرابع صفحه 39 عن عائشه قالت: أهديت مارية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها ابن عم لها، اللي هو هذا جريج أو جريح. قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملة. قالت: فعزلها عند ابن عمها. قالت: فقال أهل الإفك والزور. هذا حديث بلسان عائشة تذكر فيه اصطلاح أهل الإفك والزور، لما تضم هذا المعنى إلى تلك الآيات التي قالت: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، تعلم بأن هذه الآيات إنما تنطبق على هذا المورد، لأنه ماكو اصطلاح الإفك إلا في هذه الرواية. يقول أو تقول: فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره، والعياذ بالله. طبعا هي القائلة كما سيتبين. وكانت أمه قليلة اللبن، فابتاعت له ضائنة لبون، فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه. فقالت عائشة، طبعا هو يقول رضي الله عنه: فدخل به علي فقال: ألا ترين إلى شبهه؟ قالت: شبهه بي، ما تشوفين ابني إبراهيم شلون يشبهني؟ قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى شبها. يقول ما أرى شبها، وتعترف، هي تعترف ها هنا أنها تكذب، تعترف بأنه له شبه برسول الله صلى الله عليه وآله، لكن تقول: حملتني الغيرة فقلت ماذا؟ ما أرى شبها. زين، إذن إلى ها هنا حسب روايات المخالفين كل المؤشرات تدل على أن عائشة هي الظالمة، هي المفترية، فهذه تكون قرينة على صحة ما روي عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بأن عائشة كانت هي التي قذفت السيدة ماريا عليها السلام بالزنا، والعياذ بالله. وفي هذا المعنى روايات كثيرة عندنا، أنا أنتخب منها لضيق الوقت رواية واحدة، وهي الرواية التي يرويها شيخنا الصدوق، أو نأخذ هذه الرواية الأخرى لأنها أصرح، وهي الرواية التي يرويها شيخنا علي بن إبراهيم القمي في تفسيره
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليهما السلام يقول: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله حزن عليه حزنا شديدا، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريح. بهالصراحة، بهالوقاحة تطعن في ابن رسول الله، في شرف رسول الله، في أم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. وآيات الإفك إنما نزلت في ذمها وإدانتها، لا في تبرئتها. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.